مرحبا يا بنات، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بالف خير وصباح الخير وصباح الورد. ورجعت لكم فيديو جديد. مثل ما شفتوا قبل بيوم علوشة كتير كان جاي عباله حط لهم برجر على المدرسه، فزادت وحده وقلت خلاص راح احط له اياها. وابوه جبنا المساء مشبك كمان، ما اكل منه نام، كمان عبيت له اياها شوي بالعلبه. مع انه عندي لانش بوكس مثل ما بقولوا، بس ابني بحب احط لهم بالشنطه. يقول لي ماما انه ما بدش ما ياخذوا مساحه كتير في الشنطه. هلا راح اورجيكم شنطيته قد صغيره، وحطيت له كاسه لبن وبسكوته وجاتويه. طلع هون حطيت لهم كلهم بهي الشنطه الصغيره، وهيك كان منظرها. هون تقريبا الساعه 6:30 الصبح، ويلا فيي علوشه اني دوبه يلبس ويتملكع له شوي، بتصير الساعه 7، لان الساعه 7 تمام لازم يمشي من البيت. وهيك بالاخير ضبيت له كل الاغراض، ويلا امشي نروح مع بعض نفيع علوشه ونشوف كيف بده يفي معي. الصراحه والله ما بعذبني ابدا وفي بسرعه. علوشه، علي علوشه، تقوم ماما تقوم تقوم، يلا روحي تقوم. صباح الخير علوشة، اجا المدرسة جايب لي كتب. الله يزيد يبارك. انبوكسينج، يلا ده انبوكسينج. بسم الله. تعرفني تحت بعد عيفة يحيى. انت ما ماتماتيك وفي يا فرحتي. حتى في كتاب جديد، طلي الكتاب، طلي الكتاب الموجودة. يلا شوف بس هذا ايه. يلا كمل. هذا حقه 700 ليرة تشتري كمان. اوه حياتك شفتي كتاب 700 ورقة؟ هالكتاب عند عيلتي. اه احسنت احسنت، خاص خاص، فلوت فلوت. ايه اللي انت الدفاتر؟ يعني كتب محلولة، هدول ابني بساعدوك بالحل، ولا كمان هذا بدهم مني حله؟ كمان هذا اللي بدهم مني حله. قول والله. والله ما بساعدوني. لعنا لعنا ما عم نعرف شلون نحلهم. هدول بس 5 كتب زياد. اسحبهم اسحبهم، حط شق شيلهم. بس 5 كتب هدول صح؟ حطهم لاشوف، حطهم لاشوف. شوف قلبهم. هذا اول شيء التركي. اهلين كلهم اسئله. يا سلام. هذا ايش اسمه؟ هذا التركي. هلا هون قلت حوس حوسه للغرفه قبل ما ان شاء الله اولاد، واغسل البرادي كمان قبل ما يجينا الشتاء. فانا عم بشتغل، دقت لي ماما وقالت لي شو عم تعملي؟ قلت لها والله يا ماما عم زبط غرفتي. قالت لي لحالك؟ قلت لها ايه والله عم بشتغل عم اهلي. ففجاه بيندق قلبها وبتجي لعندي اختي خلي لي قلبها، وهي اللي ساعدتني يعني باغلب تنزيل البرادي، بزحه التخت، هي هدول بكلهم ساعدتني. بس مثل مسح غبره تطبيق اغراض انه انا لحالي اشتغلتهم. شفتوا قبل بيوم طبقت الخزانه كلياتها، بس كان ضلان علي مسح الغبرة ومسح الأراضي ومسح الحيطان كمان. قلت إذا بدكم الحيطان تضوي مسحوه، حطوا له جاف وشو اسمه ومي. عن جد طلعوا الحيطان عندي عبيض. ليش؟ لأني أنا عندي الحيطان ما له دهن لميع، دهنهم هيك مثل ناشف، فمشان هيك طلع كتير عبيضوي. بس حطوا وما ببوح أبدا، والله نصيحة مني. هون المدموجة كلها تخلصتها، وما حبيت حط عليها كتير غبرة، وكلهم معبيتهم بعلب مشان تصير مسحة كتير سهلة علي. تقريبا كان عندي 3 وجبات خسر، الله وكيلكم، عم بغسل وبنشر وبلم وبحط بالسلة كمان، كلياتهم طبقتهم وكلهم طويتهم. وانا بلشت بدي ضبضب التخت، فندق الباب واجت اختي خلي لي قلبي، والله نور. هلا عندي هذا الوش صاير مثل ساتان كتير، حسيته متجالك، واذا عليتي عيار المكوي انه بيحترق، فانا وطيته وش قد ما حسنت انه كويته، عرفتوا؟ لاني هو على الحالتين بده يتجعلك، شفتوا حرام بده يتغطى فيه انه بتجعلك. بس كويته وش قد ما بحسن اشتريت هدول المادات، قلت بحطهم جنب التخت بيطلعوا حلوات كتير. وبعدهم بدي ازح التخت ونزل البرادي، البرادي عشان ما يتجعلك حطيتهم على عيار 30 يعني الحرارة 30، وحطيت لهم دواء غسيل وشوية كلور هذا مثل الجيل. هون اختي نزلت لي البرادي وانا حطيتهم وجبه، وقلت راح امسح السقف. وهو مثل ما قلت لكم حطيت له جيت جيف ومي. خلي لك سعيد امي، انا مو مالي قدره اماطر، فهو عم بمسح لي الارض من تحت. بخ 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 على السقف. بخ ماما عم نصرف صرافه صرافه. بالله عم تصرف، معك صراف احساب ابوك ابني. حرام ماما. يا
صاير هاد الشباك مال حديقة كتير متغبر، فمسحت كل الغربول ونقعته هنيك من تحت، نقعته طلعوا كيف نقعته شايفين، نقعته ببخاخ الأصفر. قلت بين ما مسحه كون خلصوا البرادي مخسر مش على الرأسه مشان ما يرجع لك، وحطيت جو كتير حلو. وهون خلصوا البرادي، قلت لها اختي صحت لها، قلت لها بتجي انت بتعلقيهم لعلقهم، انا قال لا جاي يا حرام بعد ما علقتهم كلهم في هون السيخ مكسور، جيت انا بدي افتحهم كلهم او مطبطبت كلياتها، فرجعت عادت التعليم من اول جديد. الله يعطيها الف عافيه وخلي لي قلبها انا، والله ايش قد اختلف البرادي طلع وصار على بضل. هاد الورق اتخد كله نظفته. بمساعدة اختي يعطيها الف عافية. اختيار سنت اختي عم تزح وانا بزح بقى ما عم بتحرك. عروسين يجمعهن أمل بإيديهن، عم تمشي الجبل من إيد الإيد، كفين تلاقوا سوا قلبين يملاهن هنا بحب جديد. عروسين يجمعهن أمل بإيديهن، عم تمشي الجبل من إيد الإيد، كفين تلاقوا سوا قلبين يملاهن هنا بحب جديد. وهيك انا بعد ما خلصت غرفتي كلياتها طلعت لقيت اختي عم بتسوي المطبخ، خلي لي قلبها ويعطيها الف عافيه، عم بتلايف هدول الكاسات اللي كانوا بالمجله، شربنا انا وياها كابتشينو، وبعدين قلت لها خلص انت زبطي لي المطبخ وانا بكمل الغرفه. شفتوا الغرفه مديتها سداج بالارض، بس ما مديتها كتير، هيك حطيت لها بس انه مدتين عرفتوا. وهي الرشاقة مثل ما قلت لكم، نحن بنقول عليها رشاقة، ما بعرف انتو شو بتقولوا عليها. الصينية تبعيتك قد ما ليفتيها قد ما ليفتيها بتحسبيها انه مبوحة، ففي صبية قالت لي عاسم دواء بس روح على البين بدي اجيب منه وجرب اشوف صحيح رح تنضف معي، واذا نطفت معي رح انصحكم فيه. تمام يا بنات، والله لو تعرفوا قد شالت معي يعني هم، يعني قد ساعدتني والله. كنت انا بدي اخلص الغرفة وهل كانت تعبانة، وبعدهم بدي اطلع على المطبخ كمان خلصوا. شفتوا ما بتحسنوا انه تطنشوا على شيء، خصوصا مثل جلي ما جلي، هدول ما فيكم تطنشوا عنهم ابدا. وبعد هالفيديو اللي رح ينزل رح كمان اساوي غرفة القعدة، وكمان رح نزلكم اياه، وعم لكم كلهم رح لحق انه اخلصها ان شاء الله قبل ولادتي اذا الله راد، عشان على ولادتي تكون الدنيا نظيفة، ويكون كمان شفتوا الدنيا برد، يعني ما خرج الواحد يقوم يعمل ولا شيء. واذا لساتكم معي يا بنات لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. شفتوا اخر فيديوهين نزلتهم لاني مطالعة معي ولادي، سكروا لي التعليقات والفيديوهات كتير هبطوا، يمكن للألفين 3000 حتى جابوا لي مشاهدة. وهون اختي بعد ما خلصت قلت لها جاي عبالي اغير محل ركان القهوة، انه هم بحط فناجين القهوه، فقالت لي خلاص انا رح اغير لك اياه، فهي انه ايش ما طلع معها منيح، يعني غيرت لي شكل المطبخ، بس قلت انا بعدون انه بظبطه على كيف. الصراحه يا بنات كنت كمان ناوي اعمل غرفه القعده، بس والله تعبنا كتير، وانا يعني ما نكتت غرفه القعده، بس نكتت غرفتي ونزلت البرادي وما صح لي لحتى اطبخ. دقيت لابن عمي قلت له جيب لنا معك فروجه مشان نتعشى سوا، وبما انه عنا اختي. ابن عمي شو جايبنا معه؟ هاي بزريات، هاي هريسة. تفضلوا. هون شو جايب؟ هاي عشا. قلت لهم اشتي على الخبز التنوري طلع وجاب لي اليوم، الله يرزقك. هاي بالاخير هيك بعد الحوسة، ما بصير لازم ندلل اختي، بتعرفوا انتم. ليش التليفون يكون فيها شحن؟
وهلا ورجيكم بعد ما تعشينا وخلصنا. قال اختي بدها تعملنا عصير، قالت لي كتير طيب وما رح تنسي طعمته، متكون من نعناع وسكر وليمون، ويلا شوفوا اذا عجبتكم الطريقه جربوها، بس الصراحه كتير طيب العصير. وانا عم بتفرج على الفيديو عم شوف كيف عملت العصير، فما لقيتها حاطه المكونات، ما يمصورتهم يعني، هي حاطتهم بس ما يمصورتهم. هلا حطيت بقتين نعناع وسبع ليمونات عصرتهم، وحطيت علبة بوزة، يعني بوزة مي بس جمدانة، ومعلقة سكر، وخلطتهم كلهم بالخلاط. شوفوا كيف خلطتهم، حتى البوزة حطتها معهم. والله الصراحة كتير طيب، وهيك بيعطي مثل انتعاش عن جد، وهيك بالاخير صار منظرة. طلعوا لي يا عيني، سلم ايديها يا رب وخلي لي. هاي بعد ما تعشينا مطلع لأشجد عظام للقطب عشان تاكله. تعال يلا علوشي، لك ركض انت قدامها.